السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في جدول مبارياتنا ليوم الأربعاء 14 مباراة من تصفيات كأس العالم من أمريكا الجنوبية والشمالية والدوري السعودي والدوري التونسي. يلا بقى شاركنا في التعليقات توقعك لمباراتك المفضلة وانتظر مننا كل جديد. ادعمنا بلايك لنستمر عشان مجهودنا ما يضيعش ويوصل لغيرك. لو حابب تشوف قناتنا على اليوتيوب اللينك في أول تعليق على فيسبوك. ادعمنا واشترك في القناة عشان ده هيسعدنا جدا. شكرا لكم. البداية من تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية، كولومبيا وباراغواي 1 صباحا، الأرجنتين والبرازيل 1:30 صباحا، تشيلي والإكوادور 2:15 صباحا. تصفيات كأس العالم من أمريكا الشمالية، جامايكا والولايات المتحدة 12 منتصف الليل، كوستاريكا وهندوراس 3:05 صباحا، بنما والسلفادور 3:05 صباحا، كندا والمكسيك 4:05 صباحا. من الدوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان، العروبة وهجرة 2:25 عصرا، أحد والساحل 2:35 عصرا، بيشا والوحدة 2:35 عصرا، القادسية والكوكب 4:25 عصرا، الدرعية ونجران 5:20 مساء. من الدوري التونسي، الصفاقسي والبنزرتي 5 مساء. في كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الأول، ستوكبورت وبولتن ويندريز 10:45 مساء. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معنا النهاردة ليوم الأربع. نتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم جدا على الدعم.